بهدف مقابل شيء بلغ الدور النهائي للمرة الثانية في تاريخه ليضرب موعدا مع الترجي التونسي في مباراة نهائية التي ستقام ذهبا وإيابا. فريق وداد كان الأحسن طوال المباراة وكان بإمكان تسجيل هدف بواسطة ياسين الكحل، لكن الكرة ردتها العريضة. إيفيني إيدي نجح في كسر تسلل، لكن التسديدة كانت عالية على مرمى الحارس لم يغري. وبعدها بست دقائق في الشوط الثاني كاد فريق إنيمبا النيجيري أن يسجل الهدف لولا براعة حارس اسمه نادر المياغري. الضربة الرأسية لإيفيني إيدي تصدى لها وبكل براعة نادر المياغري الذي أبدى على ردود فعل سريعة ويعد الأحسن على الصعيد القاري. فريق الوداد حافظ وبكل سماتة على هذا التعادل الثمين الذي أهله للمباراة النهائية التي سوف تكون مغاربية 100%. مبروك للوداد بهذا التأهل، ونشد بحارة على أيدي عناصر فريق وداد التي قاتلت ولعبت لقاء كبيرا. إذن